هذا ويواصل العدوان السعودي الحظر الجوي وإغلاق مطار صنعاء الدولي والإجراءات التعسفية والمجحفة بحق المسافرين والعالقين في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية. يوم بعد آخر وتزداد معاناة العالقين في مطارات وبلدان العالم الذين يتعرضون للانتهاك عقب إغلاق مطار صنعاء الدولي المنفذ الجوي الوحيد الذي يصل اليمن بالعالم من قبل دول العدوان في وجه المسافرين والمرضى، واستهداف مباشر للشعب اليمني بأسره وليس لجماعة مسلحة أو أهداف عسكرية. إغلاق مطار صنعاء الدولي منذ 9 أغسطس الماضي ومنع رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية اكتمال لحلقات الحصار البحري والجوي والبري الشامل الذي تفرضه دول العدوان على اليمن، ومزيدا من لكرامة اليمنيين بعد فرض التفتيش في مطار بيشة، ومن ثم قطع حركة الطيران نهائيا برعاية أممية لتتكرر المأساة التي سببها حظر الطيران مع بداية العدوان في 26 مارس 2015. 7600 مسافر خارج البلاد يرغبون بالعودة بعد أن ضاق بهم الحال وتقطعت بهم السبل في مطارات العالم، إضافة إلى 9500 مواطن داخل البلاد بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج، سواء أكانوا من المرضى أو الطلاب المبتعثين. الأمم المتحدة وكالعادة لم يعهد من مواقفها تجاه الحظر الجوي الذي تتعرض له اليمن سوى قلق أمينها العام، ليكونوا بذلك شركاء مع دول العدوان في قتل الشعب اليمني، الأمر الذي يزيد الوضع الإنساني تعقيدا ويعرقل أي مسار للتسوية والحل السياسي في البلاد. لطيف الفقيه، اليمن اليوم.